اهلا وسهلا فيكم من جديد. وصلنا معاكم كمان لفقره جديده رح تكون معاكم كل يوم سبت، هي فقره الاعراس ببرنامج دنيا يا دنيا، اللي بتهدف الى تسهيل الحياه للعروسين او الخطاب لحتى يجهزوا لزفافهم وكل امور الزفاف اللي بيحتاجوها من افكار جديده، افكار مبتكره. خلينا نرحب بالست سمر شوارب، مدير عام شركه اريبيا ويدنجز. اهلا وسهلا فيكي، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كل عام وانت بخير. وانت بخير، شكرا. يعني هالموقع أريبيا ويدنجز انت اطلقتيه قبل فتره، بنبارك لك فيه. انا فتت عليه وشفته قديش هو ممتع وقديش هو مشوق وقديش بيعطي افكار كتير حلوه وافكار مبتكره للي شوي ملخبطين مش عارفين ايش بدهم يعملوا بعرسهم، طبعا للخطاب. فاحكي لنا انت ليش اطلقتي هذا الموقع ست سمر؟ شكرا لكم لاستضافتكم لاريبياويدنجز.com. الفكره مثل ما بنعرف انه عاده العروس بشكل خاص يعني اول ما بتخطب أو خلال فترة الخطوبة بتكون كتير تحت ضغوطات يعني نفسية، في حيرة من أمرها، بتواجه صعوبات إنها لما بتبلش تحضر وتخطط ليوم عرسها. نعم. فبتصير تبلش تفكر من وين بدي اشتري فستان، شو بيلبق لي، شو بدي اجيب، شعري، الميك اب، الطرحه، مسكه العرس نفسه. العرس نفسه، الديكور، الازهار، السياره، شهر العسل، البيت، التعفيش، يعني هي امور ومهام كبيره وممكن تكون مربكه وتلبك العرسان خلال فتره خطوبتهم. فاطلقنا الموقع حتى نريح ونساعد العرسان باتخاذ بعض القرارات الصعبه ممكن تكون بالنسبه لهم، ونعطيهم افكار جديده، افكار مبتكره، نعطيهم معلومات شيقه حتى يعني نسهل عليهم هاي المهمه، نختصر عليهم المسافات ونختصر عليهم الوقت والجهد والتعب اللي ممكن يواجهوه خلال هاي الفترة. إذا هذا الموقع أريبيا ويدنجز يعني مثلا هو مش بس عن العرس، هو كمان يعني إلى ما بعد العرس وحفل الزفاف اللي هو من البيت، أفكار العفش، أفكار مختلفة مثلا كيف الواحد بيقدر يعفش البيت كمان. بالضبط، بس يعني التركيز الأساسي هو بالمرحلة ما بين الخطبة وشهر العسل. نعم. طبعا ما بنعطي افكار عن البيت والديكور وعنا معارض صور بهذا الموضوع، بس التركيز الاساسي في المرحله الحاليه للموقع هي الفتره ما بين الخطوبه وحفل الزفاف او شهر العسل. طب يعني هلا يعني انت اطلقتي الموقع لانه دائما احنا بنقول الحاجه ام الاختراع، يعني سبب اطلاق هذا الموقع انك انت حسيتي انه يمكن العرسان بيكونوا متلخبطين بالموضوع، مش عارفين كيف ينقوا، مش عارفين كيف يختاروا، لانه خصوصا هلا مثلا احنا صار في عنا يعني شركات بتخطط الزفاف وبتخطط للعرس بتريح تقريبا العرسان، فانت يعني شو السبب باطلاق هذا الموقع؟ بالضبط، نحن صار لنا تقريبا 6 سنوات في الاردن او 7 سنوات بالاحرى بننظم معرض الاعراس السنوي اللي هو معرض كل سنه بيصير بشهر 3 او شهر 4، بزوروا الاف العرسان من الصبايا والشباب اللي بيجوا على المعرض بهالثلاث ايام حتى يختاروا اي شيء بيحتاجوه للعرس تبعهم. فاحتكينا كثير في هذا القطاع وصرنا نعرف العروس ايش احتياجاتها، وين المشاكل بتواجهها، رغباتها إلى آخره. فمن هذا المنطلق أطلقنا الموقع لأنه صرنا نعرف أنه في حاجة ماسة لملء فراغ بهذا المجال يعني بهذا الخصوص. ففكرنا وقلنا أنه هالمعلومات الموجودة عندنا وهالخبرة اللي كوناها والعلاقات مع السوق بمعرض الأعراس بشكل عام نستغله ونقدمه ثرو الانترنت، لانه الصبيه والشاب هالايام كلهم موجودين اونلاين. صح. يعني الكل عنده فيسبوك اكاونت والكل براوزنج على الانترنت، ف يعني فكانت هاي الفكره بيسكلي انه نقدم فيها هذا الموقع. ممتاز، وخصوصا كمان انه حلو انه هو عم بيستهدف العرب، يعني احنا دائما يمكن انا مثلا كعروس اتزوج السنه الجاي اذا بدي ادور مثلا ما بفوت على موقع عربي، بفوت على موقع اجنبي، بحس انه هو بيكون شامل اكثر ويمكن بيساعدني اكثر. فمنيح انه كمان طلع هذا الموقع أريبيا ويدنجز لحتى يساعد العرب، ويمكن يعني اكيد بده يكون فيه طابع عربي لحتى يناسب المجتمع ويناسب عاداتنا وتقاليدنا. بالضبط، النسخه العربيه من الموقع، هلا الموقع هو عربي انجليزي بس النسخة العربية هي النسخة الأساسية للموقع واللي بنتواجه فيها بشكل مباشر للعروس العربية، سواء كانت عروس عصرية أو عروس تقليدية. فكتير بنحكي مع العروس العربية، نعطيها أفكار وأفكار من مجتمعنا ومن طابعنا ومن عاداتنا العربية. فبنحكي عن العبايات، بنحكي عن الحجاب، بنحكي عن مثلا التراث العربي كيف نقدر ندخله في ديكور العرس.
فمظبوط يعني انه توجهنا للعروس العربيه في كل الوطن العربي. نعم، طب من خلال مثلا تعاملك واختلاطك مع العرسان وبحفلات الزفاف وغيره، ومن خلال كمان الموقع الالكتروني اللي انت اكيد يعني عملتيه وعارفه انه ايش اهم الامور اللي بتهم العرسان، قبل ما اسالك ايش هي اهم الامور اللي بتهم العرسان بالعرس، ايش هي الاولويات اللي لازم العرسان يهتموا فيها بالبدايه؟ بتوقع انه اهم موضوع تحديد ميزانية العرس. لانه قد ما في خيارات متاحة ومتعددة، ممكن الميزانية يعني تتجاوز الامكانيات العروسين. صح. فاول خطوة تحديد الميزانية، واللي نحن كتير بنركز فيه بهذا الموقع انه عرس مرتب انيق كلاسي مميز مش بالضرورة بيحتاج ميزانية كبيرة. فبميزانية محدودة بسيطة ممكن العروسين يقدروا يعملوا عرس حلو كتير. فتحديد الميزانية أول شيء. طبعا العروس لها احتياجات أكتر من العريس بتوقع، لأنه هي أكتر شيء بتكون يعني أكتر شيء بيهمها، أو يعني الخطوة الأولى هو فستانها، شو بيلبق لي، من أشتري أجار ولا شراء. طبعا في خيارات كتير موجودة من خلال الموقع arabiaweddings.com، بنقدم كل هالأفكار لها حتى نساعدها. هلأ ففي الموقع مثلا في دليل للشركات، اللي حتى العروس لما بدها تعرف من وين بدي اجيب هذا الفستان تدخل على دليل الشركات مثلا. ومع السعر بيكون؟ لا مش مع السعر هلا حاليا، بس دليل الشركات فيها عناوين ومواقعهم ومعلومات عن الشركات اللي ممكن يلاقوا فيها احتياجاتهم، سواء كانت يعني فستان او كان اي شيء ثاني بتعلق في العرس، فبتلاقي من ضمن دليل الشركات. فالمهم تحديد الميزانيه قلنا نمبر 1. في مواضيع كتير تانية كبيرة نحن رح نطرق أكيد لهذه المواضيع في الحلقات الجاي من فقرة الأعراس، بس بشكل عام هي طبعا قلنا الأزياء، الجمال، الزهور، الطعام، شو بدي أضيف، قاعة العرس، وين بدي أعمل العرس، بفندق، بصالة أفراح، بنادي، ففي خيارات كتير دائما موجودة قدامهم، كلها هاي مهمة. أهم شيء هي عملية التنظيم. نعم. أهم شيء أنه يكون في قائمة مهام كاملة شاملة، بتعرف العروس شو لازم تعمل، ايش لازم تعمل من اول يوم لاخر يوم، وتكون كتير منظمة بهاي العملية حتى ما يعني تواجه ضغوطات هي بغنى عنها في هاي الفترة. طبعا اكيد. طب من خلال كمان زي ما قلت لك تعاملك ست سمر مع العرسان وبحفلات الزفاف وغيره، ايش بتحسي انه دائما العرسان بيعطوا اولويات يمكن هاي مش مفروض يكونوا حاطينها بالاولويات، سواء يعني لعرسهم او لغيره؟ يعني المظاهر بشكل عام، وهذه كتير مش ضروري يعني نتجنبها ونبعد عنها. المهم ان الشخصين يعملوا شيء بيقدروا يقوموا فيه ضمن ميزانيتهم المحدودة، شيء يرضي يعني يرضي طرفين ويرضي اكيد اهلهم، لانه نحن بالمجتمعات العربية كتير مهم طبعا بالنسبة لنا العائلة المصغرة. فأهم شيء انه ما يعني يبتعدوا عن التقليد ويكونوا مبتكرين، يعني مبتكرين بطريقة تقديمهم لعرسهم، ويتجنبوا المصاريف البعض اللي مش يعني اللي بغنى عنها او ممكن الاستغناء عنها اللي ما لها داعي. صح. ما إلها خصوصا هلا احنا يعني بالفتره الاخيره عم نلاحظ انه كل عرس عم نحضره عم بيكون نفس الشيء، ما في شيء مبتكر، ما في شيء جديد. فيعني Arabia Weddings مثلا ممكن انه يساعد الناس او العرسان انه اذا فاتوا عليه يطلعوا بشيء جديد للعرس، افكار جديده، افكار مختلفه. أكيد. مثلا من ضمن موضوع او فقره عندنا عنوان نصائح وارشادات، بنقدم كل الافكار الجديده المبتكره للعريس والعروس. فمثلا معروف ان السنتر بيس في العرس عاده بتكون بوكيت ازهار، بس مش بالضروره، يعني ممكن تكون تنعمل من اي طريقه ثانيه، ممكن تكون خضار وفواكه، ممكن تكون عصفورين، ممكن تكون حوض سمك، ممكن تكون اي شيء ثاني، ممكن يكون مش بشرط او ضروري يكون ازهار، وممكن يكون بكل ينعمل يعني شيء كتير حلو بس بكلفة كتير بسيطة. نعم. فالموقع بيقدم أفكار لكل النواحي، يعني من بطاقة العرس لديكور للحفلة لمسكة العروس للإضاءة والصوت والضوء والإضاءة إلى آخره. فكل هاي العوامل اللي يعني بتحلي العرس أو بتساعد إنه بإنجاح حفل الزفاف بنقدم لهم اياها بافكار بصور عن طريق معرض الصور. طبعا عندنا معرض صور وعندنا معرض للفيديوز. حلو. بيقدم افكار بكل يعني بكل المواضيع المتعلقه بالعرس. النصائح والارشادات هي يوميا وضمن 10 مواضيع. كل يوم تتغير يعني؟ كل يوم تتغير، يعني كل يوم في مقالين او ثلاثه من ضمن 10 مواضيع.
أزياء جمال، أزهار، طعام، ضيافة، صحة، رشاقة، شهر العسل، علاقات حلو. الزوجية، ديكور الحفل، تخطيط الأعراس، فمواضيع مختلفة دائماً بنحاول نقدم ما هو جديد ومبتكر بهذا المجال. نعم، هلا سؤالي كمان من وين بتستوحي الافكار لحتى تضيفيها على الموقع الالكتروني تبعك؟ يعني مثلا اذا عم نحكي بموضوع الازهار يمكن لازم يكون في مختصين يشتغلوا على هذا الموقع لحتى يحكوا اكثر بالازهار ويقدموا نصائح لكروت العرس نفسه كيف راح يكون، فمن وين انتم بتستوحوا هاي الافكار؟ يعني هل في مختصين للموقع لحتى يضيفوا هاي الافكار وهاي المعلومات؟ اكيد في عندنا مختصين، عندنا علاقات يعني قويه كثير مع معظم موردي او مختصين او مقدمي خدمات الاعراس، فعن طريق المقابلات مع المختصين بنجمع هاي الافكار، عن طريق اطلاعنا على المجلات او زياره معارض اعراس مختلفه بحول العالم او على يعني اي برامج خاصه في الاعراس، فهي طبعا بتساعدنا بانه نجمع المحتوى اللي متميز فيه الموقع وبنحاول نعرب المحتوى يعني بقدر المستطاع. نعم، كيف تشتغلي او كيف عم بتفكري انك تطوري الموقع لقدام؟ ايش بتفكري انكم مثلا نضيفوا عليه لحتى يتطور اكثر؟ هلا الموقع اهم اقسام موجوده حاليا على الموقع هي قسم النصائح والارشادات اللي ذكرناه قبل شوي، عندنا قسم اخبار وهذا القسم بيجمع اخبار زواج المشاهير حول عجبني العالم. هذا كثير حلو. لانه كل يعني امور الفنانين عاده بتهم كل الصبايا والشباب، فهذا قسم الاخبار. هلا في قسم كثير مهم هو قسم العروض الخاصه. بالعروض الخاصه نحن بنحاول كمان انه نوفر على العريس والعروس ونقلل عليهم كلفه العرس، فالعروض الخاصه بنقدم فيها مثلا حجز للقاعه، حجز لشهر العسل، صالونات شعر، ميك اب، سبا الى اخره، فهذا القسم كثير مهم وراح نطوره كثير لقدام حتى يصير اشمل واوسع بالعروض اللي عم نقدمها على الموقع. في عنا طبعا قسم قلنا معرض الصور ومعارض الفيديوز، وفي قسم مهم بتعلق بأدوات التخطيط. الشغلة الجديدة اللي رح نضيفها قريبا على الموقع هي قائمة مهامي، ذكرنا نحن يعني قبل شوي انه كتير مهم العروس تكون منظمة حتى تقدر تقوم بكل المهام اللي لازم تقومها بدون اي لبكة، فنحن رح نقدم لها هاي القائمة على الموقع، فبتكون قائمة كاملة بكل التاسكس اللي لازم تقوم فيهم من اول يوم. حلو. وبطريقه تفاعليه. حلو. يعني هي بتقدر مثلا تعمل تك على المهمه اللي خلصتها، تعرف ايش باقي لها، الاشياء اللي تاخرت فيهم الموقع بيخبرها انه تاخرتي، لازم هلا بهالوقت تكوني عملتي 1 2 3. طبعا هذا من خلال مختصين بيعرفوا انه الواحد كيف او كيف العروس لازم تبلش. بالضبط. اكيد طبعا اكيد اهم المهام. هلا جمعنا هاي القائمه بس يعني ان شاء الله قريبا من نطلقها على الموقع. الشغلة الثانية مهمة هي قائمة الهدايا. مثل ما بنعرف هلا العرسان صايرين هالايام طبعا يحطوا قائمة بالهدايا اللي بيرغبوا انه يستلموها لعرسهم، على اساس انه ما يوصلهم هدايا هنا مش بحاجة لها او يكون في ازدواجية في نوعية الهدايا، فكمان هاي راح تكون فيتشر اضافية على الموقع راح ننزلها قريبا. وعلى طول نحن الموقع باستمرار يعني فيه تطوير وتحسين ونحاول نلبي فيه احتياجات كل عروس. نعم، طب هلا مثلا على موضوع الهدايا، في كثير عرسان مثلا بتقول لك انا مش عارفه تعطوني مبلغ من المال وانا اروح اشتري اللي بدي اياه، ولا انا تولى تحط مثلا ويشنج ليست او القائمه اللي هي حابه تكون حاططها مثلا بمكان معين ومنقيه اثاث معين والناس بيروحوا بيشتروا لها، فانتم مثلا كيف تنصحوا بأريبيا ويدينغز؟ نحن سالنا هذا السؤال على الموقع من فتره، سالنا العروس طبعا والعرسان يعني بشكل عام وجاوبوا عليه، اكتشفنا انه 80% من العرسان بفضلوا كاش مصاري على اساس انه يشتروا اي شيء بحبوه او على اساس انه يقدروا الضيوف يساهموا بكلفه العرس او كلفه شهر العسل الى اخره، فيعني بشكل عام العرسان بفضلوا انه يستلموا كاش، بس مش الكل بيقدر يطلب يعني من ضيفه انه يعطوه كاش، فنحن عن طريق الموقع راح نحاول نسهل هاي يعني هاي المهمه انه يكون في يعني أداة معينة على الموقع، يعني يقدروا الناس مثلا الضيوف يقدروا يعني يبعثوا حوالة مالية مثلا للعرسان، أو إنه العرسان يختاروا الهدايا اللي بتلزمهم ويطلبوا من ضيوفهم عن طريق الموقع يشتروا لهم إياها ويوصلوا لهم إياها. ممتاز. طب كمان سؤال، في زاوية تفاعلية مثلا للي عم بفوتوا أو العروس اللي عندها أي أسئلة حابة تطرحها عليكم، فيها زاوية تفاعلية بتقدر تطرح عليكم الأسئلة اللي بدها إياها؟ نعم، في قسم سؤال وجواب بتقدر العروس تسأل فيه
اي سؤال بدها اياه، وكثير بيجينا اسئله من من العروس ومن العريس. كمان عندنا موقع، عندنا صفحه على الفيسبوك، فصفحه على الفيسبوك كثير فيها نسبه التفاعل كثير عاليه، فعلى طول في عندنا اسئله كثير. مثلا كثير بيجينا اسئله عن الموسيقى وانواع الاغاني اللي بدهم يحطوها في العرس، فاستحدثنا مثلا قسم خاص على الموقع بيجمع كل اغاني اللي ممكن العرسان يختاروا على العرس تبعهم. طب احنا عم نعرض الموقع على الهواء، هاي موقع أريبيا ويدينغز، هاي النسخه الانجليزيه، طبعا في نسخه عربيه للموقع. نعم. وزي ما واضح فوق في عندنا ديفرنت سكشنز، تيبس اند ترندز ونيوز واخبار الفوتو جاليري والى اخره. ما بعرف اذا بحبوا يقلبوا على النسخه العربيه او نخليها انجليزيه. طيب هلا هي واضحه هون، هون مثلا الصور الواحد بيقدر يختار زي ما بده، في مثلا صوره فستان العروس، هون صوره ايش السنتر بيس هذا ولا ايش؟ لا هلا هاي الصور بتتغير طبعا على الموقع، هاي الصفحه الرئيسيه. هلا في هلا مش كثير واضح من عندي انا. طيب احنا وين نقدر نفوت مثلا من هدول الخانات؟ ندخل مثلا على تيبس اند ترندز اللي هي ثانيه بالضبط، اللي هي هاي عباره عن ايش؟ اللي هي عباره عن النصائح والارشادات اللي نحن بنقدمها للعرسان ضمن العشر مواضيع اللي موجوده على الشاشه. نعم. فاذا بنختار اي مثلا موضوع من هاي المواضيع بندخل بنشوف كل المقالات اللي انكتبت بهذا الموضوع. نعم. اوكي. تحت يعني بيكون تحت موضوع. اذا بننزل شوي. اذا بننزل شوي لتحت. اذا النصائح بتكون موجوده تحت. بتكون موجوده كلها تحت. نعم. هلا طبعا كل ارتكل في كليك على الارتكل بيطلع لنا الموضوع كله. النصائح برايك مثلا اللي موجوده يعني الواحد بيقدر ياخذها بعين الاعتبار، لانه احنا كثير مرات هيك بنقرا مقالات او نصائح مثلا بشكل عام بنحس حالنا مش كثير، يعني انا مش كثير انه هيك استفدت من المقال الموجود. هلا نحن طبعا في اختلاف كثير بالعادات والتقاليد ورغبات وهوايات العريس والعروس بشكل عام، فنحن عم نحاول نحكي مع كل انواع وفئات وانماط يعني الاشخاص اللي نحن متوجه لهم. فاكيد في افكار انت مثلا ما راح تعجبك، فاكيد في افكار ثانيه راح تعجبك، او يعني فلازم تكون المواضيع عامه وشامله وكامله ومتكامله حتى كل شخص ياخذ منها شو بيناسبه حسب زي ما قلنا عادات وتقاليد ورغبات وطموحاته وميزانيته الى اخره. نعم، زي ما قلتي ست سمر يعني قبل شوي عم تقولي انه يمكن من اهم المشاكل اللي عم بتواجه العرسان انهم مش عم بيحطوا ميزانيه معينه، لكن انا كمان مثلا بعرف العديد من العرسان بيكونوا حاطين ميزانيه لكن مش قادرين انهم ينسجموا مع هاي الميزانيه او هم يلتزموا بهاي الميزانيه الموجوده بسبب اسعار السوق خلينا نقول بشكل عام العاليه من ورد من اي اشياء يعني انا بحسها اضافيه او كماليات للعرس. فيعني كيف برايك واحد ممكن مثلا يأقلم نفسه انه هاي الميزانية وهاي الميزانية انا بدي التزم فيها؟ هل مثلا اذا الورد انا عاجبني هذا الورد اقدر ابدله بورد تاني، او يعني كيف بقدر اقلل من ميزانيتي بشكل عام؟ بالضبط، في كتير طرق. يعني مثلا انت ذكرتي موضوع الازهار، اكيد في كتير طرق لمثلا تخفيف كلفة موضوع الازهار في العرس. اول شيء مثلا استخدام ازهار موسمية، استخدام ازهار مزروعه محليا مش ضروري تكون مستورده وبتكلف اغلى. استخدام الفوليو الجرين فوليج يعني العروق الخضراء مثلا بشكل اكثر من بتقلل من الزهور بتقلل. استخدام قلنا الفواكه والخضار الموسميه يعني اذا انحطت بشكل كثير حلو ببولز معينه مثلا على كسنتر بيس ممكن هاي تخفف كثير كلفه وتعطي فكره جديده غريبه. استخدام الشموع بدل الازهار، استخدام يعني في كثير افكار عم نقدمها بالعرس اللي بنقدر نخفف فيها كلفه العرس. طبعا مثلا الموضوع يعني الجزء الاساسي من كلفه العرس هي قاعه العرس. نعم. فمش بالضروره ابدا تكون بفندق 5 نجوم، ممكن واحد يعمل عرس كتير حلو بحديقة بمكان بسيط يكون الترتيب كتير حلو. يعني أنا يعني العامل الأساسي اللي أنا برأيي بحل العرس هو المكان. يعني هو مش بس مكان، هو تنسيق الألوان في العرس. يعني حتى لو كان العرس بس مثلا كتير بسيط، بس يعني أهم شيء بالنسبة للعروس إنها تختار لون أو لونين يناسبوها هي وخطيبها، ويدخلوا هذا اللون الالوان هاي بتفاصيل العرس من اولها لاخرها. يعني مثلا بطاقة العرس، بالكيك تبعت العرس، بمسكة العروس، يمكن ربطة عنق العريس الى اخره. يعني ففي امور كتير بسيطة بتعطي جمالية كتير للعرس بدون ما تكلف
من دون ما تكلف كثير. طبعا هاي المواضيع كلها بنتطرق لها بتفاصيل على الموقع، لانه مش بس بنقدر نخفض من كلفة العرس عن طريق الازهار، بس بكل شيء ثاني بتعلق بالعرس. فكمان مثلا قلنا عروض الاسعار، يعني عاده الميك اب والشعر والاخر، هي انه اي يوم بتروح العروس على الصالون بيكون سعر، بس يعرف الصالون انها صارت عروس بيعطيها سعر خيالي، معنا بيكون نفس الشيء خيالي، معنا بيكون تقريبا هي عم تعمل نفس الشيء. فعن طريق العروض اللي عم نقدمها مثلا بتقدر توفر بهذا البند. ففي كتير بنود بتقدر توفر فيها، وكل هاي المعلومات متاحة على arabiaweddings.com. ممتاز. يعني كمان المهم انه يكون في افكار للعرسان كيف بيقدروا يقللوا من ميزانياتهم، بدل هيك بتقدر تستعمل هيك لحتى يضلهم ملتزمين بالميزانية اللي هم حاطينها. ست سمر، هذا اول موقع محلي بالاردن، أريبيا ويدينجز، يعني بيستهدف الأعراس وبيستهدف حفلات الزفاف. أول موقع شامل بهذا المحتوى بالأردن. هلا نحن كمان يعني فخورين إنه صرنا يعني أكبر موقع عربي فيه محتوى خاص في الأعراس. نعم. يعني المحتوى اللي عم نقدمه عن طريق النصائح والإرشادات والأخبار والمعارض الصور والفيديوز إلى آخره، مجموع الكونتنت المحتوى الرقمي العربي الموجود على الموقع أكبر موقع بهذا المجال في الوطن العربي. ممتاز. احنا بنتمنى لكم كل التوفيق. هو الموقع امتى تم اطلاقه رسميا؟ اذا بدنا نحكي مش بالعربي، بالانجليزي. بالانجليزي النسخه التجريبيه اطلقت بشهر 11 العام الماضي، النسخه العربيه اطلقناها بشهر 4 من هاي السنه. نعم. وحاسين انه في اقبال كبير على هذا الموقع، الناس عم تستفيد منه. الحمد لله الاقبال كثير منيح، الفيدباك كثير ممتاز، وكثير عم بيساعدنا نطور ونحسن من الموقع، والحمد لله يعني الموقع ممتاز. احنا بنتمنى لكم كل التوفيق، وزي ما قلنا لكل اللي عم بيتابعونا، ان شاء الله كل سبت رح نكون بفقره اعراس مخصصه مع موقع Arabia Weddings. اكيد كمان ان شاء الله رح يكون معنا ضيوف. ايش مخططين ان شاء الله هيك للاسابيع الجايه ست سمر؟ يعني بدنا نحاول نركز بكل حلقه على موضوع معين بخص مختص في العرس. ممكن يكون حلقه مثلا عن التصوير، نعم، حلقة عن أزهار، حلقة عن أزياء، حلقة عن المكياج، حلقة عن الميزانية، حلقة عن الأزهار. فيعني كل حلقة رح يكون موضوع يعني بتناول الموضوع معين بكل تفاصيله. نعم. وطبعا رح يكون معنا مختصين ضيوف. أكيد. مختصين ضيوف بكل مجال. ممتاز. طيب بس هيك إذا بنحكي سريعا، أنت كيف طلعتي بهذا الويب سايت Arabia Weddings؟ أنت أنا بعرف أنك أنت حصلتي على دعم من Oasis 500 اللي هي بدعم من صندوق الملك عبد الله الثاني، فاحكي لنا كيف حصلتي على هذا الدعم؟ كيف قدمتي لأويسز؟ لأي من الأشخاص اللي حابين يقدموا على Oasis 500 ويبلشوا بمشروع الويب سايت، خصوصا أنه احنا هلا عم ننتقل للعالم الرقمي، كل شيء عم تحول لمجال التكنولوجيا والإنترنت. مزبوط. يعني أظن حكيتيها كتير أحسن ما أنا رح أحكيها. لا تفضلي، بس أنت قولي لي كيف هيك طلعت. أكيد دفنتلي. هلا بنصح أنا كل شخص عنده أي فكرة إلى علاقة في المحتوى الرقمي، سواء كان يعني محتوى يعني ويب سايت، او كان موبايل ابلكيشن، او كان ديجيتال انيميشن اتسترا، او جيم الى اخره، اي شيء بيعمل في عالم التكنولوجيا exactly في التكنولوجيا الحديثه، انه يتقدم لمشروع Oasis. مشروع Oasis بدعم كل هاي الافكار. طبعا السلكشن بروسيس مش سهل، فيعني لازم تكون الفكره مجديه. نعم. لازم تكون الفكره لها سوق ولها طلب، وتكون الفكره سهله، يعني مش سهله التطبيق بس يعني عمليه بشكل عام. فأخذنا دعم من Oasis ومرقنا بفترة احتضان يعني بمكاتب Oasis، ونحن حاليا هلا متواجدين معاهم. الدعم هو طبعا الأساسي من Oasis، مش بس دعم مالي، هو دعم من خلال المرشدين، من خلال التشبيك اللي بيصير بيننا وبين قادة قطاع الاتصالات والمستثمرين. ففي كتير يعني إضافة نوعية بتقدمها Oasis لأي شركة متخصصة بهذا المجال. بمجرد أنك أنت قدمتي فكرة موقع Arabia Weddings، على طول يعني تقبلوا الفكرة ووافقوا أنه يعطوك دعم، ولا مثلا أخذ منك موضوع، أخذ منهم وقت أكتر لحتى يتقبلوا الفكرة؟ هلأ مراحل انتقاء الشركات بتمر بعدة مراحل، ففي منها 6 أيام تدريب مكثف، البوت كامب تريننج. بعدين في بيعملوا بيتشنج، يعني بيقدم كل شخص المشروع له للجان، لجان داخلية ولجان خارجية. وبعدين في كمان يومين تريننج، وبعدين في انذر سيريز اوف بيتشز. ففي مراحل كتير مختلفة بيمرق فيها المشروع قبل ما ياخذ الموافقة النهائية. نعم. من
المشروع ويسز. ممتاز. طيب ست سمر، انا بدي اتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله انا كثير متحمسه لهي الفقره، خصوصا انه انا عم بعيش شوي هذا الجو هلا خطي، والسنه الجايه ان شاء الله عرسي. فكمان بدي استوحي منكم كل الافكار اللي رح تعطونا اياها ان شاء الله كل سبت زي ما قلنا بفقره الاعراس معاكي ومع ضيوفك ومن موقع طبعا اريبيا ويدنج. شكرا لك ست سمر. شكرا لك. اهلا وسهلا فيكي.